من شرق الموصل ينضم لنا عبر الهاتف مباشرة المراسل الأخبار الآن وسام يوسف. وسام أهلا بك معنا، ما تفاصيل ما جرى؟ ما تفاصيل هذا الهجوم؟ هل من حصيلة أخيرة للضحايا؟ نعم، بما يخص هذا الهجوم الذي وقع قبل ساعات من الآن، لا زالت هناك الحصيلة غير واضحة. العشرات، هناك العشرات من المدنيين من القتلى والجرحى نتيجة هذا الاعتداء المزدوج الذي حدث. مجموعة من الإرهابيين اقتحموا أحد المطاعم على الطريق الخارجي الرابط بين مدينة الناصرية ومحافظة المثنى بالقرب على جهة الحدود السعودية. اقتحموا هذا المطعم وكانوا يتواجد فيه العشرات من المدنيين، فتحوا النيران ثم عقبه بعد ذلك بدقائق انفجار سيارة مفخخة على نفس المكان. هرعت سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، ولكن بعد ساعة من وقوع الحادث هذا ما أدى إلى زيادة عدد المصابين صراحة، وتفاقمت الحالة لتأخر وصول سيارات الإسعاف إلى هذا المكان. لا زالت الحصيلة النهائية غير واضحة إلى حد الآن، ولكن أعمال الإنقاذ وسيارات الإسعاف متواجدة في المكان ولا زالت تنقل الجرحى والمصابين من المكان. طيب المكان، يعني الاستنفار الأمني الآن في المكان بعد الهجوم كيف هو؟ بالتأكيد هذا الطريق القوات الأمنية قطعت الطريق الواصل بين مدينة الناصرية ومحافظة المثنى. الطريق قطع بالكامل من الجهتين. القوات الأمنية فرضت منع تجول على الأماكن القريبة مخافة وجود عدد آخر من المسلحين في الأماكن القريبة. أيضا هناك أعمال تفتيش في الأماكن القريبة وفي المطاعم القريبة والمنشآت الموجودة على هذا الشارع تم إقفالها بالكامل مخافة وجود مسلحين آخرين. القوات العراقية تقفل مكان الحادث، أيضا تمنع الصحفيين والإعلاميين وحتى المدنيين من الاقتراب من مكان الحادث. شكرا لك على هذه المعلومات، سنتواصل معك في حال ورود أي جديد. مراسل الأخبار الآن وسام يوسف، كنت معنا عبر الهاتف من شرق الموصل.